وتدني الأجور كما أشار الدكتور مفتاح في للأسف الصراع المسلح هذا أوكرانيا. على سبيل المثال أسعار الغذاء وسياسات الصرف الأجنبي والحد من انخفاض وتدهور وعدم وجود سياسات واضحة يعقد اليوم مجلس التخطيط الوطني حوارية حول ظاهرة التضخم وآثارها الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعوة مجموعة من النخب والمفكرين لإطلاق هذه الحوارية التي قد تكون هناك أكثر من جلسة لها. الهدف منها هو الوصول لتوصيات من شأنها معالجة هذه الظاهرة والحد من تأثيراتها على المواطن. في سوء فهم في موضوع الهوية الاقتصادية. كثير من يعتقد شيعات وهذا خطأ مازال يعني مستمر في لحد اليوم. اللي تشوفوا فيه يقول انه والله الاسلوب اشتراكي في اسعاره. ظهرت بعد الازمة تحديات ديمومة الانتاج الاقتصادية ومؤسسية متفاقمة ومتداخلة. كلما تدامى الاقتصاد الغير رسمي كلما زادت معدلة الفساد، كلما اختل النظام الاقتصادي اختلت منظومة التحكم في الأسعار وخلق الاستقرار. موضوع من الدور الاجتماعي والاقتصادي للدولة في ضمان العدالة الاجتماعية تحول نحو نموذج اقتصادي